بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في النبي الميقات، وصلنا للكعبة الشريفة، وهاي العمرة اليوم نروح المرحوم سعيد بن شايع آل أحمد رحمه الله وأنسه الله، عوضه الله الجنة، اللهم ارسل إليه واجعلها نورة بيديه. الله بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه يا رحيم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعف عنه يا رب العالمين. اللهم أكرم نزله، اللهم أكرم نزله يا رب العالمين. اللهم وسع عليه مدخله، اللهم وسع عليه مدخله، واغسله بماء الثلج والبرد، ونقيه من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. لا إله إلا أنت سبحان الظالمين، لا إله إلا أنت سبحان الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم. اللهم برد ترابه ويسر حسابه يا رب العالمين. اللهم بعد بينه وبين الخطايا كما بعد المشرق والمغرب. لا إله إلا أنت وأنت أرحم الراحمين. اللهم أبدله خيرا من داره، وأهلا من خير أهله يا رب العالمين، وزوج خير من زوجه يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحان ضيمي ولا حول ولا قوة إلا عظيم. اللهم اللهم ادخل الجنة، اللهم ادخل الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اروي قبور من قطعت حياتهم من هذه الدنيا يا رب العالمين، واجعلهم من المكرمين المنعمين يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره رقيا من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه يا رحيم. اللهم اغفر ترابه، اللهم زد في حسناته يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالمين، وأنت أرحم الراحمين يا رب. يا الله يا ودود، اغفر له وارحمه يا رحيم. اللهم اغفر له وارحمه يا رحيم. اللهم برد ترابه واسر حسابه يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم زد في حسناته يا رب العالمين. اللهم تجاوز اللهم عن سيئاته، اللهم تجاوز اللهم عن سيئاته يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. يا رب يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك إني كنت من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني من الظالمين. اللهم رب الناس اذهب البأس، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء من هذا السقمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. يا رب نرجو من الله القبول، نرجو من الله القبول، نرجو من الله القبول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.